الوغ الحصة ديال البارح كنا وصلنا لابارتي رولي كون فو فويي دوفون فو كيف ما كتشوفوا قدامكم الآن أنه عندنا دي كونفيغوراسيون افيك ان بو دو ديفيرونس واحد الفروقات اللي هي بسيطة اللي كنسميهم دي كونفيغوراسيون ديال لو رولي. لو رولي بشكل عام الدور ديالو اشنو هو؟ غنمشيو نشوفو واحد لو شيما ديالنا في واحد اللوجيسيال ديال ديال الالكتريسيتي. دابا هنا عندي هنايا اون باتري، عندي هنايا واحد لا كونف واحد الكونسوماتور لي كونسوماتور لي لا ريزيستانس ديالو هي ار ان. سي بون، هنايا فوالا. شنو دابا اللي كاين عندي؟ عندي اون باتري، عندي واحد لانتيريبتور يعني قاطع التيار، وعندي واحد الكونسوماتور لي لا ريزيستانس ديالو ار ان. سي بون، كونسوماتور يقدر يكون اون امبول، يقدر يكون موتور، اوكي، يقدر يكون اوتر شوز كي كونسوم دو لينيرجي. لينيرجي الكتريك لا كونسوماسيون ديالها اشنو هو؟ هو سي اون ترانسفورماسيون دينيرجي. يعني فاش ان كونسوماتور كنعطيوه لينيرجي الكتريك كيحولها لان اوتر انرجي، سواء غتكون ميكانيك سواء الكترومانيتيك سواء انرجي يعني دو لوميير بحال البولا لا شالور. اوكي، على حساب كل واحد. هنا هو هذا مونتاج اللي هو عادي سامبل وهذا، ولكن بغينا ناخذ الحاله الى هاد لو كونسوماتور. ياك كونسوماتور اللي هو كبير كياكل لي الضو بزاف، اوكي، يعني كيبغي واحد لومبيراج اللي هو كتير بزاف، سامارش، بسبب انه كيبغي هذاك لومبيراج بزاف. قلنا حضوريا حتى عن بعد خلاص ان هاد لي فيل الكتريك هادو كلهم خاصهم يكونوا كيخضعوا لهداك لومبيراج اللي غادي يدوز فيهم. ودابا تخيلوا دابا شحال ديال لي متر اللي غادي يخصونا ديال خيط غليظ، ديال الخيط غليظ بزاف وحده. وهاد الخيوط اللي كيكونوا غلاظ كيديروا لنا لا بيرتورباسيون من جهه، اوكي، كي بيرتي كيديروا لا بيرتورباسيون لدوطخ سيركوي بسبب الغلط ديالهم، لحقاش تقدر تكون فيهم اون ريزيستونس. اوكي، يقدر يديروا لنا واحد لو شون مانيتيك كيأثروا على هذاك الشيء اللي كاين دابا عندي. اذا خاصنا دابا شي حل. من جهتين ثانيه، ما عنديش هنايا عندي اون كوموند اللي هي فوسط لو سيركوي، يعني هذاك لومبيراج كله كيدوز ليا هنايا كامل.
هذا دابا سيت اون كوموند لي، يعني حتى هاد لانتيريبتور اللي كاين دابا هنايا خاصو حتى هو يعني لي زيليمون كومبوزون ديالو، او لا هذيك الحديده ديالو ولا شي حاجه، حتى هي خاصها تكون كتصبر هذاك لومبيراج اللي كاين. يعني كاين عندنا ريسك ديال لي تنسيل الشراره، كاين عندنا شحال من حاجه. اذا بور سو فير باش نقصوا علينا، ما نديروش كابلاج كله غليظ، لانه كلما غلطنا الخيط اوكي، سنة دابا الخيوط الاغلبيه عندنا دابا النحاس ديال الضوء، انا راه واحد الكتله ديال النحاس اللي تزاد، يعني واحد الثمن زادنا في الطوموبيل من جهه. اش غادي نديرو حنا؟ غنحاولوا نكومونديو هذاك لو كونسوماتور بواحد السيركوي، اوكي، نكومونديو بواحد السيركوي اللي كنسميه سيركوي دو كوموند، وندوزو ليه الخيوطه ديالو اللي خاص بان سيركوي دو بويسونس اللي كيدوز ليه هذاك لامبيراج الكبير ديالو. اذا باش من طريقه دابا باش من طريقه اللي غادي نخدمو بها، غنحاولوا انه نجيبو لو رولي اللي كنت قلت لكم دابا، ياك غنجيبو دابا الرولي ديالنا. الرولي شنو كاين فيه؟ الريلي هو هذا هو دابا الريلي، ولكن الريلي فيه نحاولوا كيف ما درناها راه مزيان. دابا الريلي هو هذا قاطع التيار اللي قلنا، ولا احتوى فيه واحد، هو خاص يكون بحال ما هكذا، اوكي، حاولوا باش نبعدوه. الكونسوماتور ديالنا غنجيبو، نحاولو نجيبو هنا باش يكون ان بو دو هذا، ها هو القاطع ديال التيار ديال الرولي، ما هو في بحال قاطع التيار الداخل. دوز لي الكونسوماتور ديالنا، والكونسوماتور ديالنا من جهة، هذا فيرمي، سي بون، هذا فيرمي، هادي سي تون ماس اللي هي في الطوموبيل كاملة. يعني باقي ليا دابا، باقي ليا دابا البوبيناج ديال الرولي، البوبيناج ديال الرولي عطيناه لاماس من هنا،
من جهة، ودابا غنعطوه واحد غادي نعطيه دابا واحد البلوس من هنا. دابا دابا نكون شاكك فوالا. كنظن دابا راه انتم دابا تبعوا هاد لونسومبل، هذا هو كله ريلي، هذا كله كنسميه ان ريلي، هذا كومبلي سي تان ريلي، هذا اللي دورت عليه كله ريلي. دابا الروليش فيه دابا كنمشيو معكم دقه دقه، هذا سيت رولي ديال 4 بون، 4 ديال لي بون، اوكي. فيه جوج اللي هنايا داخلين في السيركوي دو بويسونس، هما الى هاد لانتيريبتور سي لي فيرمي، هذاك البلوس ديال لاباتري غيدوز ديريكتومون لوطخ بون بطبيعة الحال، وغيمشي ليا الكونسوماتور، والكونسوماتور غيبدا في الاستهلاك ديال الضو، اوكي. حنا كندويو بشكل عام، والكونسوماتور دي عندو لاماس ما مقطوعاش عليه، يعني ديما هو عندو لاماس، ماشي مشكل. يعني فاش كيتقى البلوس كيبدا خدام، كيستهلك في الطاقة، اوكي. دابا هاد الانتيريبتور اللي كاين في وسط الرولي، اش غادي يسدو؟ غادي يسدو الشون الكترومانيتيك اللي غايديروا ليا لو بوبيناج ديالو. فاش غادي يدوز الضو في البوبيناج، غادي يجر معاه الانتيريبتور كي سوغا فيرمي لو بوبيناج. حنايا عطيناه لا ماس ديجا، شنو اللي لازمو؟ خاصو غير لو بلوس. كنكومونديوه واحد لانتيريبتور اخر، يقدر يكون بوطون مثلا، وكندوز ليه لو بلوس. هاد لو سيركوي اللي بادي من هنا وغادي حتى لاماس، كنسميه سيركوي دو كوموند. والخيط اللي كاين دابا عندي هنايا هو خيط رقيق، علاش؟ لانه كيدوز لي غير واحد لامبيراج اللي هو قليل، ياك اللي كيقد لهاد البوبيناج اللي عندي هنايا.